مساء الخير. بتنظم الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية للسنة السابعة على التوالي مخيم موسيقي صيفي فريد من نوعه بلبنان والمنطقة العربية، بضم 250 تلميذ وتلميذة من عمر 9 سنين ل 20 سنة من مختلف المناطق اللبنانية، وبضم مشاركة لمجموعات من الأردن وجنسيات أخرى. ويختتم هذا المخيم بحفل موسيقي مجاني بمشاركة مميزة للفنانة أميمة الخليل بمهرجانات بيت الدين يوم الأحد ب 31 الشهر الساعة 8:30 مساء. وبذكر انه هالمخيم مستمر يوميا حتى نهار الاحد بجامعة سيدة الويزة بالزوق من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 6 مساء. وعندنا هالسنة شيء جديد مبلشينه، في عندنا ثلاث أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة رح يدقوا بكونسير كتير صغير آلات إيقاعية، رح يدقوا ب 30 الشهر بالكونسير اللي موجود بالان دي يو الساعة 6:30. نشر موقع ديلي ميل خبر مفاده بانه الشرطه عم بتحقق مع النجم العالمي توم كروز. فشرطه لوس انجلوس اوردت انه هناك رجل اتصل بكنيسه الساينتولوجيا وقال انه احب فكره التفجيرات الانتحاريه، وذكر المحققون بانه الرجل عرف عن نفسه بانه مسلم وقال هل هناك اي تفجير يمكنني القيام به؟ أما الوثائق التي تلقتها الشرطة فذكرت بأن الرجل كان عم بيقول الله أكبر توم كروز. تخطت أغنية سهرنا يا ليل للفنانة إليسا حاجز 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على يوتيوب. الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد المنتظر طرحه بعيد الأضحى. سهرنا يا ليل للصبح يا ليل يا قمر الليل يا محلى الليل ويا حبيبي. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر لليلة.